أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. لسه درجات الحرارة بتواصل الانخفاض، هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه هيكون في انخفاض في درجات الحرارة. الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، هيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء. خلونا نطمن أكتر على حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. النهاردة اليوم العالمي للأرصاد، هيكون في مؤتمر النهاردة، إيه أبرز الفعاليات اللي هيتم مناقشتها؟ هو طبعا هيبقى المؤتمر بحضوره وزير الطيران ووزير البيئه ان شاء الله، وهيبدا في احتفالات وهيبدا نشوف الاجهزه الجديده الموجوده في الهيئه العامه للارصاد الجويه، وان شاء الله هتنورونا النهارده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين نطمن على حاله الجو، يعني احنا لسه درجات الحراره بتواصل انخفاض، بالليل بيكون 7 و8 في القاهره، واحنا خلاص رسميا المفروض الشتاء انتهى. هو بالفعل يمكن احنا بدأنا خلاص فصل الربيع، لكن ما زالت درجات الحرارة منخفضة أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من 7 ل8 درجات بالفعل، لأن احنا بنتأثر بكتل هوائية شمالية شرقية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرة بالبحر المتوسط. الكتل دي شديدة البرودة بتعمل على انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة كمان في تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، فده بيؤدي لغياب أشعة الشمس على فترات من اليوم، وبالفعل الطقس خلال فترة النهار هيكون بارد على شمال البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، هيكون مائل للبرودة على الشمال الصعيد، يمكن كمان محافظات جنوب الصعيد هتشمل انخفاض في درجات الحرارة، لأنها الأيام الماضية كانت درجات الحرارة عليها مرتفعة، والطقس هيكون عندهم معتدل الحرارة خلال فترة النهار. خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. خلينا نقول كمان إن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيكون خارج للبرودة، بالإضافة إلى أن كمان اليوم مع تكاثر السحب هيبقى فيه فرص لسقوط الأمطار، فاليوم فيه أمطار خفيفة متوسطة على سواحلنا الشمالية، كل المحافظات المحافظات على البحر المتوسط في شمال الوجه البحري، كل ما تقدمنا للداخل كل ما فرص كميات الامطار بتقل، يعني اليوم في فرص امطار خفيفه جدا على القاهره الكبرى، جنوب الوجه البحري، محافظات مدن القناه، لكن مجمل الامطار اليوم غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. احنا بنقول ان انخفاض درجات الحراره مستمر معانا لنهايه هذا الاسبوع، يمكن غدا هيكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، مع كمان غدا كميات الامطار هتزيد وتكون امطار متوسطه على السواحل الشماليه، مع بعض ضربة انخفاضات أخرى في درجات الحرارة غدا الأربعاء والخميس إن شاء الله. خلينا نقول كمان إن اليوم في نشاط الرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد. عظيم، يعني بشكل عام يا دكتورة في انخفاض في درجات الحرارة في كل محافظات تقريبا الجمهورية. بالضبط، الانخفاض هيشمل اليوم كافة محافظات الجمهورية، وكمان هيكون في نشاط رياح على جنوب البلاد، وده هيستمر معانا الى الجمعة القادمة، مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء. إن شاء الله من يوم السبت القادم هنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، هيبدأ في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجي بالشدة. عظيم، كل الشكر لحضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة اللي العظمى في القاهرة بتسجل 16 درجة، أما الصغرى فبتسجل 8 درجات. اسكندرية العظمى فيها 15، أما الصغرى في 10 درجات. مطروح العظمى فيها 14، أما الصغرى في 10 درجات. سيوة العظمى فيها 16 والصغرى 9، بورسعيد العظمى فيها 15 أما الصغرى في 10، دمياط العظمى فيها 14 والصغرى 10. نروح الإسماعيلية العظمى فيها 17 أما الصغرى في 8، السويس العظمى فيها 17 والصغرى 9. دلوقتي هنروح للعريش عشان نشوف درجات الحرارة فيها وصلت كام، هنلاقي إن العريش العظمى فيها 15 أما الصغرى في 9، كاترين العظمى فيها 14 والصغرى 3، طابة العظمى فيها 18 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى فيها 21 والصغرى 15، الغردقة العظمى فيها 15 والصغرى 12، الفيوم العظمى فيها
وصلت ل 17، اما الصغرى ف 8. بني سويف العظمى فيها 17 والصغرى 9. نروح المنيا هنا العظمى فيها 18 اما الصغرى ف 8. لسه مكملين مع حضراتكم استعراض لدرجات الحراره، وهنروح دلوقتي لاسيوط اللي العظمى فيها وصلت 19 اما الصغرى ف 8. سوهاج العظمى فيها 20 والصغرى 9. هنا العظمى فيها 22 اما الصغرى ف 10. الاقصر العظمى فيها 23 والصغرى 11. اسوان العظمى فيها 26 اما الصغرى ف 12. الواد الجديد العظمى فيها 22 والصغرى 9. شلاتين العظمى فيها 25 والصغرى 13. اخر حاجه موجوده معانا هي حلايب العظمى فيها وصلت 24 اما الصغرى ف 12. بشكل عام زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا استعرضنا درجات الحراره، الجو برد في معظم محافظات الجمهوريه سواء بالنهار وهيكون شديد البروده كمان بالليل.